السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في مباراة جديدة، وهي الإعلان عن مباراة توظيف 160 مراقب مربي ذكور في إدارة السجون. بالنسبة للشهادات والمهارات المطلوبة، وأن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا، وفي حالة توفر المترشح على مهارات عملية في مجالات الرياضة الدفاعية كالتايكواندو أو الكاراتيه وغيرها، أو في التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو الإعلاميات أو الكهرباء أو الترصيص أو رخصة سياقة صنف سي أو بي أو دي، يتعين الإدلاء بشهادة تثبت ذلك. بالنسبة للمؤسسات، هناك مؤسسات سجنية الواقعة داخل المجال الترابي جهة سوس ماسة والعيون ساقية الحمراء 50 منصب مركز المباراة أكادير. بالنسبة ثم المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجال الترابي جهة طنجة تطوان حسيمة 60 منصب مركز المباراة وطنجة. ثم المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجال الترابي لجهة الشرق 50 منصب ومركز المباراة ووجدة. والمباراة ستجرى يوم 22 نوفمبر 2020. بالنسبة لهذه المناصب، يحتفظ 25% بالنسبة لمكفولي الأمة، أبناء مكفولي الأمة أو قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم. بالنسبة لشروط المشاركة، أن يكون المترشح من جنسية مغربية، أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة، أن يبلغ من العمر 21 على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية، أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا، أن لا يكون مصابا بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والأمراض أو الاضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية. وكل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت وتعتبر تمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب. التوفر على قدرة سماع الهمس عن بعد 50 سنتيمتر وصوت عالي عن مسافة 5 أمتار، أن يتوفر على قامة لا تقل 1.75 متر من غير حذاء، أن يتمتع بحدة بصر 17:10 على الأقل بدون تصحيح، استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة غير مقبول، أن يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف، ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترة التكوين. إضافة إلى نسبة التمن عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة. بالنسبة لطريقة الترشيح، يتعين المترشح التسجيل بموقع الإلكتروني للمندوبية www.djapr.gov.ma مع رفع وثائق ملف الترشيح إلكترونيا على كل حدة بصيغة PDF ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 30 أكتوبر 2020 على الساعة 4:30، وهو آخر أجل رفع الوثائق. يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: طلب خطي موقع من طرف مترشح يتضمن صورة حديثة، نسخة مشهود مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة البكالوريا ولأصل دبلوم أو شهادة إن كان المترشح حاصل عليها تثبت التوفر على مهارات عملية في المجالات التي ذكرناها، شهادة طبية تتضمن وجوبا تاريخ التحرير، اسم طبيب وخاتمه وقياس طول وحدة البصر المترشح. كما يتعين المترشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم تقديم ملفات ترشيحهم وفق طريقة الترشيح أعلاه. أما بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف، يجب عليهم رفع الترخيص المسلم من الإدارة مشغلة إلكترونيا لاجتياز المباراة تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف. ترفض طلبات ترشيح غير مسجلة إلكترونيا أو المرفوع بوثائق غير مشهود مطابقتها للأصل أو التي تتضمن شهادة طبية غير متوفرة على
المعطيات المحددة أعلاه أو تخلي الوعي تشطيب. بالنسبة لمواد الاختبار، هناك اختبار كتابي يشتمل على سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية أو ذات صلة بالشأن السجني أو المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبادلة بشأنها أو لها علاقة بالتخصص أو التخصصات المطلوبة. المدة ساعتان والمعامل 2. ثم بعد ذلك اختبار في الرياضة تضمن تمارين رياضية لاختبار القدرة البدنية للمترشح على مزاولة المهام. المعامل 2. يتأهل لاجتياز اختبار الرياضة المترشحين الحاصلين على نقطة لا تقل على 10/20 من في الاختبار الكتابي، ويتعين على المدعوين لإجراء هذا الاختبار إدلاء بصورة فوتوغرافية من حجم 4×4 مخطط القلب الكهربائي مصحوبا بتقرير أخصائي في أمراض القلب والشرايين، تحليلة الهيموغلوبين جلوكي، اصطحاب لوازم لإجراء اختبار الرياضة. ولا يسمح للمترشحين باجتياز اختبار الرياضة إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المعينة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المكلفة بإجراء فحوصات متعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين. ثم بعد ذلك هناك اختبار شفوي أو تطبيقي يشتمل على أسئلة تضم مواضيع مختلفة عامة أو روائز بسيكوتقنية لتقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبادلة بشأنها في حدود 60 دقيقة. المعامل 4. يتأهل لاجتياز اختبار شفوي أو تطبيقي للمترشحين الحاصلين على معدل لا يقل عن 10/20 في الاختبار الكتابي واختبار الرياضة دون الحصول على نقطة إقصائية 25 في إحدى الاختبارين، ويتعين على المدعوين لإجراء هذا الاختبار إتمام ملف الترشيح بالوثائق التالية: نسختان مشهود بمطابقتهما للأصل بطاقة التعريف الوطنية، نسختان مشهود بمطابقتهما لأصل شهادة البكالوريا، ونسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني أو السجل العدلي، ونهج السيرة الذاتية في 3 نسخ. كتذكير، فآخر أجل هو 30 أكتوبر 2020 للترشيح. البوابة الإلكترونية. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والمشاركة مع أصدقائك حتى تصلهم المعلومة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.